لا المقصة خسر أحمد الشيخ ولا أيمن حفني؟ والله الاثنين. ايمن حفني لعيب هايل، يمكن انا ايمن لعب معانا شويه، ويمكن كلنا تاثرنا جدا لما ايمن مشي، لان ايمن لعيب اولا على المستوى الخلقي والمستوى الفني حدث ولا حرج. فايمن لما مشي برضه احنا كلنا زعلنا، ساب اثر معانا كتير جدا، يمكن من اول اللي هو محمد عبد السلام. مين الافضل يا كابتن؟ لا هو بص يا كابتن، هو يعني ايه، كل واحد ليه ستايله، مش دبلوماسيه. اصل انا ما اقدرش اقول لك دبلوماسيه. بص احنا انا مقضي الحلقه زي ما انت عايز عشان عمر ما يزعلش. وعمر ومين؟ ربنا عمر وزياد. عشان عمر وزياد ما يزعلوش. بس يعني ايمن حفني ولا احمد الشيخ؟ انا اصل خليها بشكل مهذب. هقول لحضرتك انا مش بهرب من السؤال. يعني نادي المقصه تاثر برحيل احمد الشيخ اكتر ولا ايمن حفني؟ والله هما الاثنين لما مشوا احنا ما تاثرناش. ما تأثرتوش ليه؟ لان زي بقول لحضرتك في شكل وفي سيستم للتيم. يمكن ايمن لما مشي شويه، هقول لحضرتك اكتر التاثير كان اكتر ليه، لان في الفتره دي كان برضو ايه، احنا كنا لسه طالعين الدوري الممتاز، ما كانتش لسه اول سنه في الدوري الممتاز، ما كانتش لسه الفرقه واقفه على حيلها كويس. فايمن لما مشي يمكن الدور الاول شويه ابتدت الدنيا شويه، لغايه لما ظبطنا نفسنا الدور الثاني. يمكن كابتن طارق يحيى اللي كان ماسك الفرقه جاب ايمن عبد العزيز وهاني سعيد، وابتدت بقى في اضافات في الدور الثاني. لكن الشيخ لما مشي، عايز اقول ان الشيخ لعيب كبير جدا، لكن النهارده الكابتن ايهاب كان عامل سيستم معين. جت فتره الشيخ يمكن اتصاب حوالي 3 اشهر معانا ما لعبش، والفرقه كانت ماشيه بنفس الشكل. مش بقلل من احمد الشيخ، ولكن بقول ان الظروف ساعات الفنيه بالظبط، الاداء الجماعي ساعات، وان انا بقى عندي خبره في الدوري الممتاز، وكانت فرقه اوريدي بتلعب معايا من السنه اللي فاتت ومستمره معايا بنفس المدير الفني، ده سهل شويه في ان لما يعني يبقى في بدائل وان ما تاثرش بغياب لاعب. جاوبتك اهو. لغايه دلوقتي ما جاوبتش. لكن خلاص يعني انا هعتبر ان زي ما حضرتك قلت ان يعني المقاصه تاثرت اكتر برحيل ايمن عشان ظروف. ظروف اللي كانت ايمن حفني. تتمنى انه يرجع ايمن؟ اتمنى الشيخ وايمن يرجعوا. لان ايمن زي بقول لك لعيب كبير جدا، يعني شفنا يمكن ماتش بتاعنا مع الزمالك هو اللي خلى الزمالك يتعادل معنا. يعني الجون الاول